دي تقيله قوي. اتفضل اتفضل تعال اتفضل اتفضل اشرب الشاي الاول وبعد كده نحكم. يا انور هات الشاي يا انور. شغل مناع ولد حسان. بقي الغنم دي والمواشي اللي شفناها كل ده تبعه يا بلدينا. ما تصلي على النبي كده، كيف عم تقول انت صاحبه وانت ما تعرفش عنه اي حاجه؟ طب يمين بالله صاحبه مش صاحبه بس، ده اخويا كمان وحبيب الروح بالروح. بس انا اللي اعرفه زين ان كل اصحابه من هنا من سوهاج ومن مركز البلينه. شوف يا بلدينا اصحابه كوم وانا كوم تاني. طب بقول لك ايه، اقعد اشرب كوبايه الشاي على ما اروح انضف نفسي واجي اوديك لحد مكتب الاداره. طب تعال. خير ايه دي؟ خد ال 100 جنيه دي. ليه؟ عشان انا عملت ايه عشان ده كله؟ خدها وانت ساكت في اوضتك جنبي. ده انا راجل دخت السبع دخات، ده انا كنت اعاود نجع من تاني. نجع؟ هو انت من نجع حمادي؟ لا انا من نجع الجبل. انا ومناع اتولدنا في سنه واحده وتربينا مع بعض كمان. مظبوط مظبوط. طب اقول لك ايه؟ انا هوصلك لحد المكتب بتاعه هناك وبعد كده ما تسالنيش عن اي حاجه واصل. اروح اغير هدوم واجي لك. يا ولد المحظوظة يا ولد حسان. أنا أول ما عرفت يا حبيبي في البنك إن المؤتمر ده هيتذاع في التلفزيون جيت جري عشان أحضره معاك. آه يعني فضحت هتبقى قدام الخلق كله عشان أحاجي معاك؟ لا طبعا يا حبيبتي، لأن حد دلوقتي مش عارف المؤتمر ده عن إيه ولا أنا هتكلم أقول إيه، خايف الناس يضحكوا علي. تفضل. لو سمحت يا فندم، في مندوب من الحزب عايز يقابل حضرته. خليه يتفضل. السلام عليكم مناع بيه. ورحمة الله وبركاته. فضل باشا رئيس الحزب بعت لسيادتك الكلمة اللي هتقولها في المؤتمر عشان ترجعها. عايزك تشكره لي وتقول له أنقذتني. ما تقلقش يا باشا، كل حاجة معمول حسابها. بينها لي حسابات تانية. وريني كده كاتبين لك ايه؟ شكلك مستعجلة قوي على استلام وظيفة مرت النايب دي. هو انا اقل منها؟ بكرة تشوف هساعدك ازاي. اتفضلي اتفضلي يا مرت النايب ونايبته. ماشي يا مناع، هفوتها لك لغاية ما تعرف قيمتي. طب راجعي لحد ما اخلص الورقة اللي قدامي ده، لسه قدامنا ساعة على المؤتمر. هو كده ده انا السكرتير العمومي بتاعك اللي بيدخل في المزرعه. انا هساوي، انت مش عارفاني ولا ايه؟ سيبيه يخش. تعالى يا بقره. تعالى تاخدي. وحشتني. ما تشوفش وحش سعاده البيع. ازيك ستاني؟ ازيك يا حساوي؟ الحمد لله. بطلت تيجي الفيلا ليه؟ اصل شغل المزرعه اليومين دول كتير قوي عليا. بقره تولد، خروف يائية، بس الاسبوع الجاي ان شاء الله اوعدك ان انا اجي اقعد عندكم اسبوعين ثلاثه، بس يا رب ما تزعجوش مني. يا واد بطل رط وقول عايز ايه. معاي واحد بره هيقول انه صاحبك قوي ومتربي معاك في النجا، اسمه همام. صاحبي نجا؟ نجا هو انت تربيت في الجو؟ نجا الجبل يا ست هانم. هو هيقول لي كده غريب. وهو فين؟ الامن بره حجزه وما رضوش يدخلوه. اكيد في حاجه غلط وانت يا حمار. اي حد يقول لك انه صاحبي اجيبه تاجي على طول يحرق ابو اللي جابك. يا سيدي مناع بيه انا ماليش ذنب، ده انا لقيته منفرهد من كتر اللف عليك وعثرت عليه صدفه وانا قاعد على القهوه. انا ما اعرفش حد بالاشكال دي ولا من اي نجوع. انا قلبي مش مطمن. اتصل بالبوليس يعرفوا حكايته ايه؟ واحد غلط نقوم نعارضه للبهدله دي كلها. مناع دي حاجه مش عايزه تهاون، ممكن يكون جاي قصدك بعد ما سمع عنك. ما تنساش حكايه الطارق القديم اللي قلت لي عليها. الطار قدر والحامي ربنا. احسن حل ان جابله وافهمه على كل حاجه. يا سيدي مناع بيه انا هسوي صح، بس اول مره في حياتي احس فيها ان انا حمار. حمار؟ ذنبه ايه الحمار انه يتشبه بواحد زيك؟ غور. جابه اللي جابك. ايوه الراجل اللي عندك اللي بيقول انه صاحبي ده. ايوه اكرموه ودخلوه لحد عندي. ما معش بطاقه يا ست؟ مش مهم. نفذ اللي بقول لك عليه يا سامي، لازم تفتش الضيف اللي جاي قبل ما يدخل لمناع بيه وتخليك جنب الباب. حاضر يا هاني، بس انت كده غلقتيني،
هي الخصومة السياسية هتبتدي ولا ايه؟ استر يا رب. مش قلت لك هيشلوني مع والد شير؟ لحظة من فضلك، فتش يا شابر، شوف معاه سلاح ولا لا؟ يفتش مين؟ همني يا راجل أنت، أنت اتعوزت في مخك ولا ايه؟ أنت عارف بتكلم مين؟ أيوه أنا معايا سلاح، لكن ما أقدرش أسيبه لحد، فهمت؟ أبعدوا عنه يا جماعة، سيدي مناع بيعمل يقول دخلوه بسلاحه، اتفضل يا معلم. قال أسيب سلاحي قال، عيل صغير أنا إياك. اتفضل. هو إيه اللي بيحصل ده؟ أنا قلقانة من البني آدم ده. اتصل بالبوليس. لا طبعا ما اقدرش يا هاني، ما دام مناع باشا ما امرنيش. طب بقول لك يا سامي، ادخل عليهم وفكر مناع بيه بميعاد المؤتمر، وبالمره نشوف ايه اللي بيحصل جوه. ما تقلقش يا هاني، مناع باشا عنده اجهزه انذار وكذا سلاح في المكتب وفي الخزنه، وهيقدر يحمي نفسه لو حصل حاجه. لا انا مش هقدر استنى اكتر من كده. لا حقك عليا يا سيد الناس، حقك عليا وما تاخذنيش، انا متاسف لك من الارض للسماء واحب على راسك اهو. يا سيدي ما تاخذنيش حاجه، انت شرفت. معلش يا جماعه ما تاخذنيش، الغلط مردود، فوتكم بعافيه. توكل على الله، مع السلامه، خليك معي قاضي حصاوي. ما تاخذنيش يا ست الكل. ايه لحظه، اعرف غلطته ومشى، شفتي كيف؟ غطمه احسن من نحته. مش ممكن يكون بيخدعك؟ أنا عايش في الهم ده من سنين طويلة وبعرف كيف أأمن نفسي. وطلع من العيلة اللي بتطردك زي ما بتقول ولا غلطة؟ هي دي أول مرة يجيني حد منهم، أنا ياما جاني منهم كتير وكل مرة بقنعهم إنهم غلطانين. تاخديش في بالك أنت بس وهمليني أتصرف وحدي. أنت ما تعرفش أنا مرعوبة قد إيه، حاسة خلاص إن قلبي هيوقف. سلامة قلبك يا قلبي. نورها؟ نعم. خليها لله، لازم نلحق ميعاد المؤتمر، وبالمره في الطريق تراجعي لي الكلمتين اللي هقولهم هناك. انا مش عارفه هطلع في التلفزيون ازاي، انا مش قادره اتلم على روحي. المرار دي حق قالك تتجوزي واحد شايل كفنه على يده. تفضل يا معلم همام، تفضل خش برجلك اليمين. يا رب يا ساتر. مستوره ان شاء الله، هديك زي ما انت شايف اهو، شقه فاضيه علي، لا حد لا ما يروح ولا ما يجي، قاعد فيها وحدي زي قرد قطع. ليه؟ امال مناع بعتني هنا لمين؟ عشان دي شقه الضيوف العزاز عليه قوي قوي. ضيوف؟ وهو قاعد فين؟ انا ما اقدرش اقول لك على اي حاجه واصل، لو انت عايز حاجه تعرفها اعرفها منه هو. يا سيدي لا تقول لي ولا تحد لي. مناع صاحبي يقول لي على كل حاجه. بقول لك يا خيلي. خير يا معلم. انا على لحم بطني من الصبح، ما حطيتش لقمه في خشمي من صبحيه ربنا، وحاسس ان انا هقع من طولي. ما فيش حداكم لقمه تقود بيها. عيب عليك يا معلم، ده انت بيت مناع بيه ابو الكرم، وهو غلى عامل معاك الواجب لحد ما هو يجي بالسلامه. يا سيدي كتر خيركم، انا عايز لقمه واحده. خمس دقائق بس وتلاقي عندك الحمام والفراخ والسلطه والرز والطماطم. جربك يا راجل، طلعت لي بالفلوس ولا ايه؟ بقول لك عايز لقمه تقود بيها، هتوكلني حديت. اه الدريفه اللي جه، والله انت حظك في رجليك. عشان ما يقدرش يأخر طلب يطلبوا مناع بيه ولا حصاوي بيه. تفضل يا حبيبي. البنطلون اللي انت لابسه بيه. تفضل يا حبيبي، متشكرين قوي. خلي الباقي عشانك. مع سلامة الله. خليك مرتاح لحد ما ارسل لك السفرة. طص ايه وتهبب ايه؟ خليك مرتاح يا معلم. وسع يدك وسع. هتبص لي في اللقمه ولا ايه؟ تعال اطفح معايا. ابا الف انا بشوف، انا اكلت السنه اللي فاتت. وفي هذا التجمع العالمي الكبير والذي ينشر الخير لاهل هذا البلد الكريم، اعلن عن تسخير طاقه المصنع الخاص بي لخدمه الابحاث العلميه التي تجريها منظمه البيئه، وذلك مساهمه مني في هذا المشروع. وادعو الله أن يعود بالخير على أهل بلدي صهاج الحبيبة لؤلؤة الصعيد وينفري هبي. شكرا، ثانك يو فيري ماتش. شكرا شكرا. نشكر رجل الأعمال البشمهندس مناع حسان على مساهمته وحبه لهذا البلد، وأرحب بالخبير العالمي بروفيسور فاي هايزر الذي انتدبته المنظمة للإشراف على المشروع من أجل بيئة نظيفة.
I'm here to thank you all in the name of our important organization, of which you see the extent of its activities all over Egypt, for more welfare for Egyptians and a clear environment for humanity. And to thank you all and promise you success. إني هنا لأشكركم جميعاً بالنيابة عن منظمتنا الكبيرة التي ترون امتداد نشاطها في كل ربوع مصر من أجل خير عميم للمصريين وبيئة نظيفة للإنسانية كلها. أشكركم وأعدكم بالنجاح. شكراً على تعاونك مستر مناع. شكراً شكراً يا أبو رفص غير فان هايزة. الخوف من المسؤولية دليل على تقدير حجم المسؤولية، وده أول خطوة من خطوات النجاح يا مناع بيه. والله يا باشا موضوع ثقة الناس دي وأصواتهم أمانة بتهيألي أنا مش كده، وبعدين يعني أنا ملياش في موضوع الظهور والإعلام دي. شوف يا هانم البي جوزك بيقول إيه؟ عايز يخيب ظننا فيه وينسحب من أولها. ليه كده يا مناع؟ ده أنت كان شكلك حلو وقوي. ها قولي له عشان ما كانش مصدقني. هي الحكاية بالشكل. طب نتكلم في الموضوع ده بعدين، وأنا متأكد إنك هتلاقي الموضوع بسيط. أستأذن أنا عشان عندي مشوار. سلام يا باشا، مع السلامة. باشمهندس مناع، لازم الهانم الجميلة دي مراتك. أنا بروفيسور جاكوب فاي هايزر، خبير عالمي في البيئة والزراعة، والدراسات بتاعتي والأبحاث بتاعتي بتدرس في كل جامعات العالم. أهلاً وسهلاً. أهلاً يا خواجة فرهنزر، مالك؟ واضح أنك تعرضت لحادث مؤلم. للأسف وقعت من على ظهر حصان شاي قوي، سبب لي فكسور كتيرة وسنوات طويلة من الألم. غلطان، كان لازم تاخد بالك برضك، ما هو مش أي حصان ممكن يتركب. بس الحصان لما يبقى أصيل مش لازم الواحد يستعجل في ضربه بالرصاص، لازم نتروى في ترويضه. بس لو استمر في العناد بتاعه ملوش غير إنه هو يترمي للأسود ياكلوه حي، لأنه مش عارف مصلحته فين. بروفيسور العربية في انتظارك. بعد إذنك يا هانم. بعد إذنك يا باشمهندس. بعد إذنك. اتفضل. ظريف البروفيسور ده، وبيتكلم عربي كويس قوي. مناع يعني شكله عايش في مصر من زمان، بس مش نظراته غريبة شوية ليك؟ كأنه يعرفك. وانت بتدي له يدك يبوسها كده عادي؟ فاكر نفسك في جوهانسبورغ اياك؟ اتفضل يلا يلا ناكل لقمة مع العيال. الو، ايوه يا سيدي مناع بيه. هو كان دلوقتي وشرب الشاي ومن وقته وهو نايم. لا لا ما جبتليش اي سيره عن مرتك وعيالك. حاضر، عم اصحى اكلمك. مع السلامه يا سيدي. مع السلامه. اديني عرفت انه متجوز ومخلف، حصل ايه يعني؟ بس غريبه مناع يخبى عليا ليه؟ هو انت مش كنت نايم على شيخ دلوقتي؟ صحيت متى؟ صحيت على رن جرس التليفون. وعملت نفسي بشخر عشان حمار الحصاوي ما يعرفش ان انا صحيت من النوم. تعال حصاوي تعال، قول لي مناع متجوز مين؟ مخلف كم عيل؟ ساكن فين؟ لا انا ما اقدرش اقول لك على حاجه، ده سيدي مناع بيه لو عرف حاجه يقطع رقبتي ويحطها على بوابه المزرعه. من ناحيه رقبتك اعتبرها مقطوعه، لاني سمعت كل حاجه، ولما اتحدد مع صاحبي واخويا مناع لا يمكن ابدا اخبي عليه ان انت اللي حكيت لي. ابوس يدك يا منبيه. خلاص
لو عايزني ما اقولش حاجه قول لي كل حاجه بالتفصيل وانا هكفي على الخبر مجور واكني ما سمعتش حاجه. طب قول لي انت الاول، ايه اللي خلاك تنكر نفسك قدام مرته؟ مرته؟ الست الحلوه دي اللي كانت واقفه جنب سامي بيه وهم عم يفتشوك. مرته اللي كانت واقفه جنبه؟ واه 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 يا ولد المحظوظ يا مناح، مين المره الحلوه دي؟ مرتك؟ يا ولد الخواجه. امال ايه؟ ده هي من عيله كبيره قوي هنا في صهاج، ما فيهاش ولا نفر عادي زينا، كلهم دكاتره ومهندسين وظباط. ده ابوها توفيق بيه كان مدير بنك كبير. لك حق يا مناع تدوس على بنت عمك بالجزمه. ولك دي مع مين عيال؟ هو عنده منها ولدين، حسان بيه وتوفيق بيه. ذكرين. واحد على اسم ابوه وواحد على اسم حماه. يبقى اكيد هيبلط عينيه، مش هعاود نجع من تاني. لا ما انا سامع ان هو يمكن ينزل الانتخابات اللي جايه. انتخابات؟ كمان انتخابات؟ يا سلام يا سلام، دي لعبت معاك قهوه مناع. والمطرح ده كان قاعد فيه قبل الجواز؟ هو سابولنا نظفه وقال له قعد فيه حصاوي. وهو قاعد فين دلوق؟ هو دلوق بسم الله ما شاء الله عند فيله كبيره قوي تمشي فيها بالعربيه 3 ساعات ما تجيبش الباب الجواني. كمان فيلا؟ طب قوم اعمل لي كوبايه شاي تكون تقيله. حاضر. مش هتقول لي عاد هو صاحبك كيف؟ ليه؟ وانا حمار عشان اقول لك اسرار اللي بيني وبين صاحبي؟ احمد ربنا ان انا مش هفتن عليك. قوم. تفضل يا خواجه. ميرسي. بروفيسور قرب اوصل، هو ميعاده الساعة 5 بالظبط. قول لي مين اللي اختار الشقة دي للبروفيسور؟ دي شقة بتاعت الجماعة. بيستقبلوا فيها كبار الضيوف، وأنا هنا السفرج الخصوصي بتاع الشقة دي، وأنا واجبي أرحب بأي ضيف يقعد في الشقة دي لغاية ما يمشي. أنت نوبي يا بلال. أيوه نوبي ومن كلبشة. لكن الغريب أن حضرتك بتتكلم مصري زينا يعني. وأتكلم نوبي كمان. ماسكا جينا. الناريو. ماسكا جينا كمان. والله حاجة غريبة خالص. لا أنا عايش في أسوان بقالي 20 سنة. واعرف كل شيء عن نوبة ونوبيين. وتعرف البروفيسور فايهايزر منين؟ بروفيسور صديق قديم، هو كمان بيحب مصر ويعرف مصر كويس. طب ان اذنك بقول له سيادته شرف. تيك يور تايم. الحمد لله بالسلامة يا بروف. سربرايز مش كده؟ صديقنا منقذي مستر فريمان. لا لا، انقاذ حياة البروفيسور واجب علينا كلنا. انت قيمتك كبيرة قوي للإنسانية كلها. وانت فريمان اسمك بقى كبير قوي. نو نو نو، انا بلعب في الماضي لكن انت المستقبل. الزراعه يعني اكل وحياه شعوب، والحقيقه بتقول اذا ملكت طعام الناس حكمت وتحكمت. ايه الكلام الحلو ده اللي وحشني؟ لما شافني وشه اصفر واحمر واخضر ما بقاش مصدق عينيه. اكيد في خطه كبيره للانتقام. الانتقام سلاح نستخدمه مش هدف نوصل له. الأسباب اللي تخلي المنظمة تبعتك هنا في سوهاج بدل أسوان أكيد أسباب كتير، وأعتقد إن وجود مناع هنا له علاقة. فريمان أنا مش عارف كل حاجة. أنا وأنت وغيرنا في المنظمة لازم ننفذ خطوات. لن أقدم خطوة ولا نأخر خطوة. أنا الخطوة بتاعتي بقى هنا في سوهاج إني أعمل علاقات مع الناس، أكسب ثقتهم بأي طريقة ممكنة. بس أكيد جواك رغبة للانتقام اللي قتلك وقتل جاكوب ورجالته. جاكوب، خسارة جاكوب. أنا أصريت يحطوا اسمه في اسم جديد، جاكوب فايهايزر. يبقى أكيد في إصرار أكبر على قتل مناع. شور، ده كان سهل قوي بالنسبة لي وأنا في روما. أقتله، مش هو لوحده، هو وأبوه يتشينوا في حبل واحد. بس الإدارة رفضت فكرة الانتقام دلوقتي. ما هو نزولك في البلد اللي فيها مناع يعني ان مناع داخل في حساباته. حبيبي انا راجع المره دي ومعايا جيش كبير، وعيني مش على بلد صغيره زي سوهاج. فهمت؟ ارجوك ما تسالنيش تاني. اوكي 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 اوكي، انا بس عايز اطمن عليك.
الحمد لله على السلامة يا بني. همام منوح حبيبي. اهلا 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 يا همام حبيبي وصاحبي. ازيك يا ولد حبيبي اخويا؟ وحشني كتير وحشني كتير يا مناع. كيفك يا همام وكيف اخبار النجع وناسه؟ الحمد لله. ابوي مات يا مناع، فاتني كبير عيلتي وسئلنا الام بدري الله يرحمه. تعرف ان محدش قال لي وابوي عامل ايه؟ ابوك ابوك اللهم لا حسد يا مناع، نفايته في النجع هو وعيلته بيطبلوا ويرقصوا وهم بيشون القمح، عايشين في نعيم يا مناع، مغلقهم من فوقهم لتحتهم. اما عيلتي فايتهم قاعدين بحصرتهم على الزرعه القايبه. صدقني همام زرع شطاني والاحسن تهملوها. مش معنى انت شفت الخير منها؟ احنا كنا مجبرين عليها، ولو تفتكر انا ما بطلت زراعه الهباب ده لما خلصت من بني ورجالته. يبقى صدق عم دياب لما قال ان انت قتلت بيني عشان كنت خايف لعمي يحل محلك. انا قتلت بيني عشان ابقى احرار انا وابوي ونمنع زراعه المخدرات، مش عشان خايف حد يحل محلي. فوتك من الحديد ده. قول يا همام، انت كيف قدرت تخاطر بنفسك وتتدلى من النجع وسط الحكومه والناس؟ الشديد القوي، الشديد القوي يا اخوي. انا لو طلت ابكي زي الحريم كنت بكيت وخلاص في يدك انت. اوعى تجيب لي سيره المخدرات، انا لا يمكن اساعد فيها ولا اجي يمتها. يا مناع انا اللي عايزه منك حاجه تانية غير المخدرات، بس برضك لازم اعرف سر الخلطه ايه، ما تفوتنيش كده. ايه الحاجه اللي غير المخدرات؟ انجز. الحبوب، الحبوب اللي اديتها لي يا اخوي خلصت، ومن ساعتها وشي بقي في الارض. معقول يا همام يطلع عقلك صغير بالشكل ده؟ وانا عاد في عقل خالص يا مناع. ونقولت لك ان دي حبوب زكام وبرد. هقول لك انك عايز تتهرب مني وتخلي راسي في الطين، ودي اللي ممكن افوتها لك ابدا يا مناع. خلاص يا سيدي، طالما الحبوب دي بتريحك هجيبها لك. ايوه ايوه مناع كده، انت صاحبي واخوي وحبيبي، وهات على قد ما تقدر، ما يهمكش الفلوس، وما تخافش مش هتحمض. ان شاء الله اشتري لها الجيم من البندر عشان تعيش العمر كله. اهدي اقدر اوفرها لك، لكن موضوع الخلطة انسى. لا مش هنسى، بس حاجة حاجة. طول عمرك كده مفيش فايدة فيك. مادام مفيش منه رجا يبقى ملوش امان، ولازم تحرسي من غدره بيكي. كيف ياما؟ ده انا فرحانة بخيبته، ده ما بيقدرش يتني لي كلمة، ده حتى بينصرني على امه ورجاي. صدقيني انا لو الكل طفح بينكب وجوزك دلوك نفسه يتلكك لك على غلطة علشان عينه مكسورة قدامك. وانا نعمل له ايه؟ هو بيدي اهو راح للمركز يشوف صرفة ويعرض نفسه على الدكاترة. يا ميلت بختك يا بنتي، بختك من بخت امك. جرى ايه ياما؟ فاكراني عبيطة ولا نايمة على وداني؟ قصدك ايه يا بنتي؟ تسمعتي ايه؟ سمعت اللي سمعته ومكتمة على اللي عرفت. لا ماني مش هفوتك تعملي حرمة علي، اتكلمي طوالي، احسن احلف ما ادخل لك بيت لحد ما اموت. بعد الشر عليكي ياما، ده البيت ده هيبقى بيتك، بس هي ديتها عزرائيل ياخد اجل عجيلة. واقول لك الف مبروك. وايه دخل عجيلة؟ ولا فاكراني هجقعد مطرحها؟ لا بس هي اللي بتتحكم في البيت كله وبتدافع عن رجاية، ولو ماتت رجاية هتبقى من غير سند وتفضل سكة لدياب يقول على اللي في قلب. كلامك ملاوع يا بنت بطن، قولي قولي سمعتي ايه وانا اقول لك الحقيقة. سمعت ان في حاجة بينك وبين دياب، ولعلمك وجاية متكدة منك وكاتمة في قلبها. الا قولي لي بالحق يابا، اتفقتوا على الجواز ولا لسه؟ لو بتحب حقيقي صحيح كنت ما سبتش قلبي جريح، كنت وقفت في وسط الريح والطيار. يا مزاجك يا ابو الروقان. مناع سامعك بتغني من على السلم.
اصلا عشاك قوي الاستاذ هاني ابو شاكر. طيب ايه دي؟ انا جيت شويه حاجات دي هديه ليك ومرضك. ما علينا. ومعلش الحاجات دي عايزك توصلها دي لابوي ودي لامي ودي البت فاطمه. ما علينا من كل ده، انا الحديد ده ما يخش ذمتي بمليم. فين الحبوب؟ جبتهم لك. عايزنا افرطهم لك ولا تاخدهم بده؟ ايوه افرط لي واحده عشان اتاكد. ده انت نكته ما فيش زيها. خد يا شيخ. ليه طلب تاني يا مناع؟ امر. عايزك توصلني لغايه القطر وتركبني بنفسك، عشان لو قابلني ظابط وسالني فين بطاقتك هحتاج ساعتها. ماشي يا سيدي، بس انا عايزك توعدني بحاجه همام. انت دلوقتي بقيت كبير عيلتك وكلمتك مسموعه، يعني تقدر تمنع زراعه المخدرات زي ابوي. ورحمه ابوك يا شيخ ما تخليش الناس تضيع بذنبك. خمس فدادين يا مناع ما يكفوش واكل عيلتي السنه كلها، ولو حكمت هيموتوا من الجوع. صاحبي هملهم ينزل في ارض اخوك مناع، وبلاش تخلي عمك دياب يحرضك على الشر. ويبقى عائلة البنداري يشتغلوا انفار اجرية عندكم؟ مش عيب، مش اكرم لهم من السرقة ولا الجوع ولا حتى زراعة الحشيش. راجع نفسك يا همام، وبلاش تشيل ذنب عيلتك زي ابوك. شوف يا مناع، انت صاحبي وصديق عمري صح، لكن كل له الكرامة. انا لا يمكن اهين كرامة عيلتي واقبل انهم يحطوا راسهم في الطين ويشتغلوا اجرية عندكم، عشان ساعتها يبقى كني بقول لكم ان انتم كبرات الناجة، ولا مش ممكن اقولها لكم ابدا ابدا. يا اخي بلاش الافكار المتخلفه دي، فكر بعقلك يا واد عمي. يغور التفكير يا مناع اللي هو كرامه عيلتي. مفيش فايده فيك. واد يا حصاوي، واد يا حصاوي. نعم يا سيدي مناع. تعال يا من الحاجات دي، خلينا نلحق القطر. يلا بينا. فكر يا همام، افتكر ابوك اللي لافين هرجيت تطر، لو كان عنده فلوس يشتريه انباع اللي وراه واللي قدامه. يلا. اه صحيح يا مناع، مش كان واجب تعرفنا على مرتك الجديده وعيالك حسان وتوفيق ربنا يخليهم لك؟ اه ولا احنا خلاص ما بقيناش نشرفك. يا سيدي تشرفني وتشرف بلد. ها يا مناع، واحنا معرفة يوم ولا اتنين؟ احنا اصحاب العمر كله يا مناع. انا حكيت لك على كل ظروف يا مناع. يلا وكل على الله. في رعاية الله يا صاحبي. عايز اعرف اخبار دقيقة عن كل اللي بيحصل في الناجة، وخصوصا عيلة حسان. انا عندي كل الرجالة اللي ممكن ازرعهم وافتيهم، لكن ليه؟ لحظة، شوف مين اللي دخل المحطة دلوقتي. معرفهمش. ده مناع وهمام البنداري، الاتنين صحاب قوي. ده سكتك بقى للنجع من جديد. على فكرة شكله صاحبه بيوصله وهو مسافر، اعتقد تبقى فرصة. جو بليز هيلب دكتور فريمان تو ذا ترين. يس سير، اي هاف ايفريثينج ريدي. جود. زي ما قلت لك يا همام، ما تجيبش سيرة لأي حد بموضوع جوازي دي، ابوه يغضب عليا العمر كله. اطمن يا مناع اطمن، كيف ما انت صمت سري انا هصوم سرك. انت مش صاحبي وبس، انت صاحبي وحبيبي. ربنا يخليك. برعاية الله يا صاحبي، وما تكررهاش تاني. مع السلامة يا مناع. سلام. مع السلامة يا اخوي. في يا خواجه جمالك، عايز تقعد اقعد، كلها ساعتين ثلاثه وكل واحد يروح لحاله. ما تخافش مشاكل منك حته. ايوه بس الشنطه دي حطها فوق مش هنا. اوه بتحدث عربي؟ لا مؤاخذه يا خواجه. سر سر شيل حالك. انت كمان بتحدث عربي؟ اهلا وسهلا. تفضل. اهلا بيك. اهلا بيك. انا بحب العربي كتير قوي، وكمان بحب مصر اكتر. اه تشرفنا يا خواجه. محسوبك همام البنداري من قنا. منين؟
لقينا خواجه ما تعرفش قنا ولا ايه؟ لا اعرف انا كويس، انا زمان كان عندي اكتشاف اثري مهم قوي في مكان هناك اسمه نجع الجبل. نجع الجبل، المكان ده بعيد قوي ما حدش يعرفه خالص. تعرف نجع الجبل؟ انا كمان اعرف نجع الجبل زين. اها، بالاماره فيه ميه حلوه طالعه من بطن الجبل. برافو عليك، هاي العظيم، انا اول مره اشوف حد يعرف نجع الجبل ده. لا انا مش اي حد يا خواجه، انا لفيت مصر خن خن يا خواجه، خن خن، وعارف اجيب التايه. يا مرحب. اهلا وسهلا. يا مرحب بيك يا عمام، انا بحب النوع ده من الرجاله التمام. الله يحفظك يا خواجه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مناع بقى كده تخليني حموت عليك من الجلج؟ وما اتصلتيش ليه وانا اطمنك بنفسي؟ اتصلت ورديت على نفسي لان سيادتك نسيت تاخد الموبايل بتاعك. تصدقي ما خدتش بالي تلاقي جاني مستات كتير. ما هو اكيد كنت مشغول في حاجه مهمه قوي عشان كده نسيت تاخده معاك. شغل يا نورهان شغل. بطل يا اسئله، العيال راحوا فين؟ لا ناموا من بدري، معقول يفضلوا صحيين دلوقتي؟ جهزوا العشاء انا جعت. بقول لك ايه، اذا كنت عايز تسال عن الموضوع اللي حصل النهارده في مكتب جتان بيتك بحب اقول لك انه عادي، يعني حصل لي الف مره قبل كده ويعني بيعدي بسلام عشان انا بتصرف من دماغي. على راي المثل مش كل مره تسلم الجره. وهم يعرفوني كيف يعني؟ لازم يتاكدوا ويتحججوا، يا اما انا اقول لهم بنفسي وده مش هيحصل. ما تخافوش. انا اسفه اني حكيت لبابا وماما، بس هما رأيهم انك تبلغ البوليس. انا اضرب حالي، يا ريت نفضها سيرة. عن اذنكم اتعشيت قبل ما اجي. مش قلت لك بلاش يا بابا؟ انت صاحي؟ يا ابن الذين يخرب بيت ابو الشياطين، انت اعمل لي فيها شجاع. طيب تعال تعال انت كمان، تعال انت كمان، انا مش هسيبك غير لما فاقصك بالضحك اهو. ها 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 يلا يلا كل واحد ينام في سريره. وانا كمان بحبكم اكتر من حبكم ليا. يلا كله ينام ويغمض عينيه. مالك يا مناع؟ عصبي كده ليه؟ مش قلت لك قبل كده أي حاجة ما تروحيش تحكيها لأبوك وأمك؟ قلت لك ولا لا؟ حاضر، هستناك لما تتقتل وأتكلم. يعني هو كان أبوك اللي قاعد في البيت ده هو اللي يحميني؟ ليه؟ كان حماني قبل سابك؟ من حقي خاف عليك. انا اللي من حقي خاف عليكم واحميكم كلكم بما فيهم ابوك وامك. عاوز تقول ايه يا نافع؟ عايز اقول ان همام هيغرقني، ولولا العيله عامله خاطر ليك كان واقفه قدامه. لو كان مرحوم اخوي البنداري عايش الله يرحمه ما كانش هيقدر يعمل حاجه اكتر من اللي احنا بنعملوها. يبقى تعمل انت يا كبير عشان تحافظ على هيبتني ويبقى لينا كلمه مسموعه في النجع. انا كمان ما قصرتش يا نافع، انا بعت جبت عيل من عيله عمران عشان يطبخ لنا الحشيش كيف ما هم يطبخوه، لكن اعمل ايه؟ اطلع عيل هامل ما عندهاش ضمير. ما هو لو كانوا بيعملوا لنا اعتبار ولينا هيبه عنديهم ما كانوش ضحكوا علينا. تعملوا لنا هبه كيف يا ابو العريف واحنا خلاص لا مال ولا حشيش؟ لكن لسه عندينا السلاح والقوه اللي تخلينا ناخد كل اللي محرومين منه. من مين يا ناصح؟ من عيله عمران ولا من عيله السمان؟ دول ديابه. من عيله حسان اللي خانوا العهد اللي بيننا، لولا اللي عملوه كانت عمرت بيوتنا.
ست سنين ما دخلش بيوتنا ولا قرش. هل تحسنها يا كمان؟ لهي ضعيفة ولا هينة؟ دول دلوك يفوقونا في المال والسلاح ويمكن كمان في الأنفار. هو احنا هنستأذنهم ولا هنقف قدامهم؟ قصدك يعني نروحوا على شنط الغلة بتاعتهم؟ يا فالح، دول حاطين عليها أنفار بالآلي، قاعدين هناك ليل نهار بيحرصوا أرضهم ومحصولهم. لكن لسه هنا بيوتهم مكفولة على الفاضي. تعالى يا مجدي. لا ولا باش مهندس، جبت لكم شغال فول سوداني محمص. ذوق يا بت. يا قول ياكل محمص صاحب نفسه ام مناع. ألف هنا وشيفة، السنة الجاية حيبقى جوز ولوز إن شاء الله. إن شاء الله. كله ياكل ويدعي الكبير، كله يقول ربنا يعمل بيتك. ربنا يعمل بيتك يا كبير. وكل الكل. ألف بركة يا كبير. الشاي يا كبير. الشاي. أمانة عليك يا كبير، تخلي حماد يغني لنا موال. يا صوتك زين يا حماد، سمعنا موال تهون علينا به الليل الطويل. عناية يا كبير. يلا يا خليل. عجبي على فرع إن كان أصلهم واحد، واحد غرس في الطين واللي سرح واحد، والورد لما طرح، والورد لما طرح يا رب يا واحد، ريحت بيه ألوفات واللي تعب واحد. الله عليك. الله. كيف الأيام يا بلدي، كيف الزرعة في الطينة، كيف الأيام يا بلدي، كيف الزرعة في الطين. في بنية أيام زمان ده طيرة دارت عالفستان، كان في هناك سقيا حدانة، كان في هناك ضحكة فرحانة، عشنا هناك صفنا وشتانة. كيف الأيام يا بلدينا، كيف الزرع في الطينة، كان في هناك أميتي وأختي، كان في هناك أصلي وصورتي، والجمرة كانت جاي دليلنا. كيف الأيام يا بلدينا، كيف الزرع في الطينة، كان في هناك أميتي وأختي، كان في هناك أصلي وصورتي، والجمرة كانت جاي دليلنا. كيف الأيام يا بلدينا، كيف الزرع في الطينة، كيف الأيام يا بلدينا، كيف الزرع في الطينة. Yeah.